لا ننسى قبل صكوك الطيارة، منو كان يقوم بصكوك الطيارة؟ المواطنين أو التجار، لو هذه المصارف اللي كانت تقوم المصارف بصكوك والبنك الطيارة. المركزي. البنك المركزي مرت من أمامه وتحدث أنه آلاف الوثائق تمت مزورة، لكن ما هي الإجراءات اللي اتخذها؟ أنا أعتقد انا أنه هذا اقول لك قصور شيء البنك واحد يا المركزي دكتور، خلونا الحالي. بالجو يا شباب، انا راح اقول لك شيء بالعبارة التي نعم تقول انت مرت عليه. هسه اذا مرت عليه هنا يقول اهمال. انا قدمت 3 حلقات متواصلة بالارقام والوقائع والاسماء والمسميات والصكوك الطياره وعمليات التحويل واسم المصرف والوليد اللي سواها كلهن بالتفصيل. شو ما حد حكى من نعم البنك المركزي، اشو ما حد انا حقق، اشو ما حد قال، قلت اشو ما حد حكى. اذا هل هذه القضايا هي ليست اهمال او سهو انما متفق عليها؟ لا لا انا لم اقل انه مرت، بل العكس مرت من تحت انظاره، وكان يفترض ان يتخذ اجراءات قانونيه. لا يكفي فقط الاعلان، الاعلان غير كافي، رغم انه عنده مديريه متخصصه بعمليات غسل الاموال. فانا الحقيقه اعيب على البنك المركزي في امرين. الامر الاول انه هذه الوثائق المزوره كان يفترض ان تحال للقضاء حتى يحال الاشخاص المتهمين بعمليات التزوير إلى القضاء، لأنه هذا هدر للمال العام وتبديد لموارد الشعب. والأمر الآخر أن البنك المركزي العراقي عاقب وأخرج 14 مصرف من النافذة بمجرد أنه سمع خبر في لأحد الوكالات العالمية أنه هذه المصارف نعم متهمة بعمليات غسل أموال، في حين كان المفروض يجري تحقيق في هذا الأمر ويطلب وثائق من الخزانة الأمريكية ومن البنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يحيلنا إياهم للقضاء. لا يكفي أنه نبعدهم فقط عن النافذة ونقول لهم انتم مارسوا اعمالكم اليوميه بالدينار وباليورو وبالايوان والامور اعتياديه وكانه لا شيء لم يكن. اصلا العقوبات كانت لتهريب الاموال وعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. هذه التهم الحقيقه كل واحده من هذه التهم يريد لها ملف ويريد لها احاله للقضاء وما بعد القضاء. لكن الحقيقه عبدو ان البنك المركزي مغلوب على امره في هذا الامر، وانا اعتقد ذكرت اكثر من مره إذا تسمح لي أنا أذكرها ويمكن مع حضرتك، نعم أنه السيد المحافظ السابق في يوم أنا في أحد اللقاءات معه نعم تحدثنا، كنا مجموعة من الخبراء، تحدث أنه أنا سألته بالنص، قلت له بالضبط أنت في مطلع عام 22 صدرت بيان وتعميم إلى المصارف، كل هذه المصارف أنه تكمل، لابد عليها أن تكمل رأس المال اللي هو 250 مليار وتكمل معايير ومتطلبات الامتثال، وانطيتهم 3 أشهر وقلت بالكتاب نصا اذا ما راح تكملون اما تندمجون او تنسحب الاجازه. مر اكثر من سنه ولم يتخذ اي اجراء. قال لي دكتور عبد الرحمن انا بمجرد صدرت الكتاب 18 مره استضافوني بالبرلمان تريدني اسحب اجازه مصرف؟ فانا اعتقد انه نقاط الضعف هنا تكمن. هذه مهمه جدا لانه الاحزاب يبدو انه نافذه في هذا الموضوع ومؤثره جدا في القرارات هسه اللي احنا يا تتخذها في دكتور العالم. عبد الرحمن المشهداني،